السلام عليكم، ايه الاخبار؟ معاكم باسم سعيد، والنهارده هنتكلم عن جزئيه عمليه مفيده جدا. لو انطلب منك تعمل ميزانيه شبكيه باستخدام جهاز الميزان بس لقطعه ارض وحساب الكميات بعدها، هتعمل ايه؟ ده باذن الرحمن اللي هنشوفه في فيديو النهارده. قبل ما نبدا في فيديو النهارده، احب افكركم بالكورس الشامل اللي احنا بنعرض عنه كل مره، بنتعلم فيه ان شاء الله الرحمن التوتال ستيشن والميزان بشكل احترافي، وقراءه اللوحات الهندسيه واعمال المكتب الفني من كاد وسيفل ان شاء الله الرحمن، واخيرا وليس اخرا تعريف اعمال التنفيذ بالقطاعات الاربعه لهندسه المساحه، طرق مرافق، تركيبات انشاءات، الحجز والاستعلام. معاكم رقم على الواتساب. يلا نبدا دلوقتي. هنبدا ان شاء الله الرحمن نقرا اول حاجه على النقطه الثابته او الروبير او الشرب بتاعك او البنش مارك، نقطه التحكم هناخد عليها قرايه بعد ما ظبطنا جهاز الميزان بتاعنا. فانا دلوقتي عبد الله ظابط القيام اهو، وهبدا اوجه عليه. قريت عليه 130، تمام. فهو هيجي دلوقتي على قطعه الارض بتاعتنا دي، الحته دي هنشتغلها تقريبا هي هتبقى 4 عرض في 6 طول. هناخد اول نقطه على الحد بتاعها هنا، تمام. احنا قلنا اول قرايه هنا 130، يبقى سطح الميزان بتاعي 11 30. هبدا اخد القرايات بتاعتي. طب القرايات بتاعتي دلوقتي متر 34، 2 متر، وهياخد قراية تانية. يعني هكتب هنا، فاكتب في الكروكي اهو، انا موجه كده الارض زي ما هي، متر 34. هبدا اخد القراية اللي بعديها، متر 34 ايضا، تمام، شغال، متر 34، وبكتب بقى في الكروكي بتاعي زي ما هو، متر 34. اللي بعديها متر و30 بالظبط، متر و30. اللي بعديها متر و30 برضه، تمام، هيروح 2 متر الناحيه الثانيه ويكمل. هنا دايما بنعتمد في الطريقه دي على الزجزاج، يعني ايه؟ يعني بمشي كده وبعد كده بطلع كده وبعد كده بمشي كده ثاني عشان ما افوتش نقاط، تمام. ناخد النقطه اللي هناك دي، متر 43، تعالى عليا. اللي بعديها متر 43 تاني، تمام. متر 48 بعديهم، متر 44. هنكمل 2 متر زي ما احنا ونشوف لحد ما الارض تخلص. حد الارض عندي هنا احنا قلنا 4 في 6، متر 61، متر 65 بعديهم، متر و60، وهناخد القراية الأخيرة، تمام، متر 59. يبقى شيء عظيم جدا. تعالى يا أستاذ عبد الله، يبقى أنا هنا إن شاء الرحمن المتوسط القراءات اللي عندي متر 45 و9، يعني نقوله متر 46. يبقى المتر 46 دي ايه؟ هي القراءة الواجب رصدها لتسوية، يبقى قراءة التسوية، يبقى نقول دي قراءة التسوية. فقراءة التسوية دي حضرتك لازم اقراها عشان الارض كلها تبقى منسوب واحد، تمام؟ يعني اجمالي المسطح اللي هنا ده هنا عشان كله يتساوى، هو في ميل، الحتة دي اعلى من الحتة دي، فعشان يتساوى كله في بعضيه
لازم نقرا القرايه اللي هي متر 46. طب دلوقتي انا قريت قرايه ازيد، قريت قرايه ازيد من متر 46، يبقى ايه اللي حاصل؟ ها، يبقى المنسوب واطي عايز يعلى. طب قريت قرايه اقل من متر 46، يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى المنسوب عالي عايز يوطى. كذلك الحال في التسويه، دي ايه دي كده؟ انت كده عملت ميزانيه شبكيه وتسويه للارض في بعضيها منها فيها، تمام. لو انا عايز اكعب، لو انا عايز اكعب وبيقول لي منسوب التسويه بتاعي 9.5، فانا هعمل ايه؟ هجيب الاول منسوب التسويه، منسوب التسويه هجيبه ايه؟ منسوب سطح الميزان ناقص قراءه التسويه عشان اجيب منسوب التسويه، تمام. يبقى منسوب سطح الميزان اللي هو 11.30 ناقص قراءه التسويه المتوسطه اللي احنا قلنا جمعنا مجموع القراءات على عددهم طلع 146 او متر 46 هيساوي 9.84. 9.84 ده ايه؟ ده منسوب التسويه بتاعي. يبقى عندنا هنا منسوب التسويه للارض الطبيعيه. طب انا عندي منسوب قاع حفر عايز اساوي عليه اوصل له، منسوب قاع حفر عايز اوصل له، يبقى عندي ايه؟ منسوب اول ناقص منسوب الثاني هيطلع معايا 34 من 100. 34 من 100 ده ايه؟ ده قيمه الحفر، قيمه الحفر. طب قيمه الحفر حضرتك 34 من 100 سنتي من متوسط المناسيب بتاعه الارض الطبيعيه. طب انا عايز اكعب، هكعب يعني ايه؟ يعني اعرف انا هقطع قد ايه من هنا، كام متر مكعب. يبقى هعمل طول في عرض اللي هو 6 × 4 = 24 في ال 34 من 100 عشان اكعب. يبقى طول في عرض ادوني مساحة في العمق ادوني الحجم، يبقى هيطلع 8 متر و16 مكعب، تمام. يبقى كده اتمينا ميزانية شبكية من الصفر، وجبنا قراءة التسوية عشان اعرف اسوي الارض، وجبنا الكميات بتاعة الاقتطاع او اللي هتتقطع عشان نوصل لمنسوب قاع الحفر بتاعي. يبقى انتهينا كده من حلقه النهارده. ما تنساش الكومنت لو عندك اي سؤال، واللايك ما تنساش اللايك ان شاء الله. لو عجبك المحتوى اعمل شير عشان تفيد غيرك. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.